الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة. مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة، كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكومسيون الطبي. أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق. وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصيا بعدم الالتفات الى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماما ان مفيش حد هيظلمك ومفيش حد هيجاملك. لا نسمح لا بالظلم ان حد ياخد حقك، ولا نسمح بالمجاملة عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك. فما بتسمحش لا بكده ولا بكده، يعني انك لا تظلم ولا تجامل. طب المجاملة حاجة، الاسم كويس والشيء كويس، مجاملة أيوة، بس المجاملة دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجاملة، تاخد شكل تاني من الألفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسة العسكرية. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق ان شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الساطع 2023. أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية. استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة
والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة. كما تم تنفيذ التدريب صف 09 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة. كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع لمراكز القيادة المشترك CBX الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية. كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة STX التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية. كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية. وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني. ونفذت القوات البحرية عدداً من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة، تضمنت عدداً من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار. كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو، فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة.